راح نبدا اليوم نطلع على البرنسبل اوف اوبريشن اوف ذا دي سي موتور. حتى يتكون عندي دي سي موتور لازم يكون عندي ماجنتيك فلوكس وماجنتيك فلوكس دنسيتي. اذا بتطلع على هذا الجزء انا هون اخذت نورث بول، ممكن يكون هذا عباره عن الكتروماجنت وممكن يكون عباره عن بيرمننت ماجنت. الكتروماجنت يعني يكون عندي ماده، ايش لازم تكون ماده هون حتى يتكون عندي ماجنتيك سيركت؟ ايش لازم تكون طبيعتها؟ فيروماجنتيك. ولازم هاي الماده كمان تكون فيروماجنتيك، ولازم كمان هذه الماده اللي هي الروتر رح تتحرك، رح يتحرك من هون، هذا لازم يكون فيروماجنتيك لانه هذول صار جزء من ماجنتيك سيركت. فالماجنتيك فلوكس رح يمر من هون رح يتكون عندي، يصير عندي ماجنتيك فلوكس دنسيتي بي. إذا لو جينا طلعنا هلا هون هذا السلك راح أولد أمشي فيه تيار، وراح أفترض إنه هذا السلك وهذا السلك من هون هم جزء من كويل واحد، يعني هذا السلك راح يكون مثلا داخل بالصفحة، بعدين راح يلف هذا السلك قطعة منه تلف من هون وراح يشبك مع هذا السلك ويطلع من الصفحة، وراح يطلع هذول الاثنين في لهم طرف، يعني كأنه لو بطلع على هذول السلكين من هون كأنهم جايين سلك داخل بالصفحة بعدين طرفه من الخلف وبعدين السلك طالع من الصفحه والطرفين الاثنين لهدول الاسلاك الكويل. هذا السلك اذا بدي اسميه A هو نفس السلك هذا A بس طبعا داخل الصفحه. خليني افترض انه الكرنت مشيت الكرنت بهذا الاتجاه، اذا الكرنت هون A راح يكون ماشي بهذا الاتجاه، اذا الكرنت هون ايش راح يكون اتجاهه في الحاله هاي؟ X. وبعدين نفس الكرنت هذا راح يكملها لهاي صارت من ورا، هاي القطعه هون صارت من ورا من الخلف، يعني اذا بدي ارسمها هيك ارسمها خط مقطع بهذا الشكل، معناها هي تكملت السلك لانه هاي الحلقه راح تكمل مع هاي الحلقه وترجع من هون، وراح يكون الكرنت اللي ماشي عندي هون اي بهذا الاتجاه، وبعدين راح يكمل عندي اي بهذا الاتجاه ويطلع، وهون انا راح يكون في عندي هذول الوصلتين. هلا لاحظوا هذا كله روتيتنج، هذا روتيتنج وفي له سنتر اوف روتيشن هون عمال بلف او راح يلف حواليها. هلا بنشوف إذا عندي لو جيت اطلع على هذا السلك رح يكون الكرنت هون طالع من الصفحة بهذا الشكل، وعندي هنا نقطة بهذا الشكل وجهة. إذا عندي السلك داخل هيك الكرنت رح يكون داخل بهذا الاتجاه، رح يشبك من ورا وبعدين رح يكون طالع من هذا الاتجاه، وهذول الطرفين اللي موجودين هون رح يصيروا هم أطراف هذا الكويل اللي موجود هون. خلينا نطلع هلا شو رح يتكون عندي حسب الموتور إفكت. المفروض يتكون عندي فورس على كل واحد من السلكين هذول. هلا في نقطة مهمة، هذه صارت عبارة عن اير جاب، كأنها اير جاب موجودة في الماجنتيك سيركت. الاير جاب اللي موجودة في الماجنتيك سيركت هاي بدنا اياها تكون ايش؟ ايش بتفضل انها تكون؟ أقل ما يمكن، أصغر ما يمكن، إذا الاير جاب اللي موجودة هون بدنا اياها أقل ما يمكن، ولذلك اللي راح أعمله في الكور هذا اللي موجود هون، راح أفتح فتحة صغيرة، راح نعمل فرزة صغيرة من هون، وإيش نثبت فيها؟ السلك، لأنه بالطريقة هاي لما بثبت السلك الطريقة هاي في هذا ايش راح تصير الاير جاب عندي؟ اصغر ما يمكن، لاني كان ممكن انا اعملها بالطريقة هاي، كان ممكن السلك احطه هون مضبوط، بس اذا حطيت السلك هون ايش راح يصير عندي في الاير جاب؟ فشو رحت عملت انا من هون؟ عملت امبدي، فتحت فتحة هون وحطيت، فقدرت اني اصغر الاير جاب، واذا صغرنا الاير جاب ايش بصير عندي؟ ليش انا بحب يكون الاير جاب اصغر ما يمكن؟ قل الريلاكسنس، وإذا قل الريلاكسنس شو بصير؟ بيرتفع عندي الفلكس، وإذا ارتفع عندي الماجنتيك فلكس بيرتفع عندي الماجنتيك فلكس دنسيتي. الشيء الثاني اللي انتبه عليه هون الفلكس الماجنتيك فلكس والماجنتيك فلكس دنسيتي رح يكون عموديين على الاير جاب، إذا حطيناها بلون ثاني رح يكون عندي اتجاه الماجنتيك فلكس دنسيتي في كل الأحوال رح يكون عمودي على اتجاه الاير جاب. هاي عندي منطقة انتقالية زي نيوترال هون ما فيش عندي شيء. وبعدين النورث راح يروح على الساوث، وين راح يكون اتجاه الماجنتيك فلكس دنسيتي هون؟ راح يكون بهذا الاتجاه، وراح يكون في كل الاحوال عمودي على